طبعا اي ام تقدر تحس او تشك ان ابنها عنده انيميا من خلال بعض الاعراض اللي احنا اتفقنا عليها. اول حاجه شحوب الوجه، فقدان الدمويه، وخصوصا في الجزء الداخلي من الشفايف او في العين من جوه. لما بنلاقي في بهتان ده من ضمن اعراض الانيميا. كمان سرعه الاجهاد، مفيش باور، الطفل بيتعب بسرعه، الطفل مش قادر يبقى زي اقرانه في اللعب او في الجري، برضو دي من ضمن اعراض الانيميا. عدم القدره على التركيز لوقت طويل، او عدم التحصيل الدراسي الجيد، او سرعه النسيان، برضو الحاجات دي الام بتشك من خلالها ان الطفل ده عنده مشكله الانيميا. العيا المتكرر، وان الطفل يبقى كل شويه بياخد دور برد او دور اسهال او دور ترجيع او دور انفلونزا، كل دي اعراض بتقول ان انا عندي مناعه تعبانه، والمناعه الضعيفه من ضمن اعراض الانيميا او مشاكل او مضاعفات الانيميا. كمان ان انا يبقى فاقد للشهية، الطفل اللي بيفقد شهيته بدون مبرر او بدون سبب واضح. يعني انا كتير جدا من الامهات بتبقى شكوتها الوحيدة ان الطفل ده فاقد شهيته بدون اي اعراض تانية. اول ما بنبدأ ندور على الطفل ده ونعمل له تحاليل وبنلاقي انه في انيميا، اول ما بنبدأ نعالج الانيميا الطفل بيستعيد شهيته وبيرجع ياكل تاني. يعني كل الحاجات دي من ضمن الاعراض اللي بتقول ان انا عندي انيميا. كمان الطفل اللي بيبقى بينهج او ضربات قلبه سريعه بدون برضو سبب واضح، ده من ضمن اهم الحاجات اللي الام بتخبلها، ان الطفل ضربات قلبه سريعه، الطفل بينهج من غير ما يعمل مجهود واضح، برضو ده من ضمن الحاجات اللي تخلي ماما تشك.